السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هذه الفكرة. هذه جاتني باش نحاول ما أمكن نغطي هذه البريزات. كما كتشوفوا كتار وأغلبيتهم ما كنستعملهمش، كنستعملوا غير هذا. كان بإمكاني أنني نأنوليهم قاع، وباش نحيدهم يعني خصهم يتقلعوا ويعمروا دوك الحفاري من بعد يتفينا بلوندوي. لكن المشكل اللي عندي أنا هو أنا هذاك اللي ملهيه نقدر نستعمله إلا بغيت ندير التلفازة هنايا، يعني خصني نحيد غير الوسطانيين. هذاك علاش قلت لا خصني نلقى شي فكرة اللي نغطيهم وفي نفس الوقت نستافد من واحد الحاجة اللي هي مهمة بزاف، هي البلاصة فين نحطوا البورتابلات يتشارجاو. هنايا هاد البلاصة هي اللي كنديروا كنشارجيو بها يعني البورتابلات ديالنا، وكيبقاو الخيوط مدليين وهذا ما كتعجبنيش هاد الحالة. هذه الفكرة اللي بغيت ندير ان شاء الله، نتوما تبعوا معايا. نصاوبوها بالخشب، يعني غادي نديروا واحد الاطار يغطي لنا هذوك يعني البريزات، وفي نفس الوقت تكون مكان فين نحطوا البورتابلات. دابا غادي نبدا الخدمه. انا جيت لاتولي. المهم كما كتشوفوا دابا اللي غادي ندير هو نصاوب هذا الاطار، هذا اللي غيكون من الداخل اللي هو هذا. غادي نحتاج جوج باندات، يعني ها هما بهذا الخشب هذا، فيهم جوج سنتيم في العرض وفي الطول 44 سنتيم. غادي نحتاج جوج اللي غادي يجيو في الجناب، غادي يكون فيهم 16 سنتيم على 2 سنتيم، يعني باش نصاوب واحد الكادر. هما اللي غادي نقطع الاولانيين. كما كتشوفوا غادي يجيني الاطار بحال هكا. دابا غادي ندوز نجمعو. هو من الاحسن يتجمع بليفيس، لكن ما واجدينش عندي، وهاد الساعه هادي يعني الدروب ليا كيسادين، داكشي علاش غادي نجمع غير مسامرة، يعني غير مسمرات باش غادي نجمعو. كندير هاد الطريقه هادي. نفس الشيء الجهه الاخرى، نمشي بنفس الطريقة حتى نجمعو كامل. يعني نفس الطريقة غادي نديرها، نقلب هذا ونجمعو كامل ونرجع لكم. كما كتشوفو كيجي الإطار بحال هكا، يعني كيجي صحيح، يعني متخافوش عليه. دابا غادي ندوز باش نقطع كيما قلتلكم الطرف ديال الخشب اللي غادي يكون من هنا. غادي ندوز دابا نصبق هذيك البواطة باش نحددها، لان خصني ضروري نصبقها باش حين ندير لا فينيسيون صافي ما نرجعش نعاد نبدا نقطع ونرجع نسالي. المهم ما قلت والو، ما قلت حتى حاجه. المهم تابع معايا. كما كتلاحظوا هنايا غادي نحتاج خشبه اعرض. هنايا راه عندي انا موجوده عند كيماتكم، عندي الخشب موجود بزاف. هنايا هاد الخشبه هادي عندي فيها تقريبا 11 شونص. غادي نحاول نديرها ندير 12 هنايا في الطول ديالها، 12 شونص اولا 12 ماشي مشكل. هكا نطراسي ونقطع جوج خشبات اللي غادي يكونوا في العرض. هانتوما غادي تشوفوهم. انا صعيب شويه الشرح بما انني حتى انا ماشي معلم، يعني غير كنبريكولي، فغير كنحاول ما امكن استخرج الاشياء وصافي. حاولوا تتبعوا معايا. من بعد غادي نقطع هادو اللي قطعت، غادي يجوني من جوانب هكا من على برا، يعني من هنايا من هنايا من على برا. دابا الخشبه اللي غادي ندير غادي ناخذها قد هادي فيها 46 باش تجيني هنايا لداخل. من بعد ما قطعت الخشبه كما كتشوفوا غادي تجي هكا. دابا غادي ندوز نثبتهم كما ثبت هذا، ومن بعد يعني فاش نثبتهم بهذه الطريقه هذه انا غادي نخدم في الارض لان صعيب باش نسمر هنايا، وعاد غادي نلصق هكا من الجناب. كتشوفوا غادي يجيني بحال هذا الشكل. لكن قبل ما نفيكسي هذا مع هذا، خاصني ضروري نغطي هذا من هذا لابارتي هذه، وهذا خصو يتسد من التحت. غادي ندوز باش نقطع. كما قلت لكم غادي نقطع لي زوراي. لي زوراي هو داك الخشب اللي مضغوط داير بحال الكرتون، كيكون حرش من واحد الجهه. هذاك هو اللي غادي نقطع قد هنايا وحده، والاخرى من التحت باش غادي تسد ليا من التحت. هذا هو الخشب اللي قلت لكم عليه، حطيت هذه وغادي نقطع. يعني غادي نحاول ما اكل عوض ما ناخذ القياسات وهذا، غادي نحاول نحط عليها ونطراسي فقط.
هي هذه غادي ندوز دابا باش نقطعها كامله بالمنشار. الخشبات ديالي هما وشتهم يعني على القياس ديال هادو، وغادي ندوز نثبتهم مزيان بالمسامر في الاماكن ديالهم، عاد غادي نجمع كلشي ان شاء الله. من بعد ما لصقت الواجهه دابا غادي ندوز نحكها. كنحك بالكاريط حرش بزاف كما كتشوفوا بي 50، كما قلت لكم من قبل قداش ما صغار الرقم قداش ما الكاريط كيكون حرش اكثر. بعد غادي ندوز نجمع هاد الجوانب مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا هكا، وغادي ندير المسامر من الجناب من هنا ومن هنا باش يتثبتوا مع بعضياتهم. شوف كيجي الشكل ديالها بحال هكا، يعني الخشبه ديالي هكا. هنايا طبعا غادي ندير واحد البلايص فاش غادي نعلق، غير هو باقي عندي واحد الحاجه المهمه، وهي انني غادي نثقب هنايا على حسب البريس. الاداه اللي غادي نثقب بها هي هذه، كتكون دائريه وانا خديتهم من ايكيا. اذا ان شاء الله ندير لكم فيديو ديال المواد، اخيرا تفكرتوا باش ندير لكم فيديو ديال المواد اللي كنخدم بهم ان شاء الله. هذه ثقبت ولكن تاثر لي شويه الخشب، لان الثقيب جاي من جهه اخرى، نسيت ما ثقبت قبل ما نفيكسيهم بجوج، لكن معليش ماشي مشكل. هنا كما كتشوفوا زدت واحد الطريفات هنايا، علاش؟ باش غادي ندير واحد الغطاء عاد ندير فيه الثقيبات على ود هذا الخيط هذا ديال البورطابلو، تيبقى باين غير الخيط، يعني ما يبقاش باين من التحت، يعني ما يبقاش دايز هذا والبورطابلو يلقى فين يوقف. كتشوفوا بهذه الطريقه يعني هما شادين مزيان. بالنسبه لهاد الجهه درت غير وحده باش كيبقى واحد الفراغ هنايا باش يلقى فين يدوز الخيط. هنا كما كتشوفوا زدت واحد الطريفات اخرين، غادي نفيكسيهم هنايا، نحاول ما امكن نفيكسيهم من الظهر. وهذا ديال الثقاب الكولا، لان ما عنديش كرتون كبير، غادي ناخذ غير هذا اللي عندي هنايا قاصح، هذا قاصح مزيان، غادي نقطعو ونديرهم طريفات هنايا هكا، نغلفهم انتما غادي تتابعوا معايا. وغادي نثقب بلايصات على حسب الخيوط اللي عندي اللي غادي يدوزوا من هنا على حسب باش نشارجي فيهم. كتلاحظوا هذوك جوج كرتونات لقيتهم بواحد الطرف الكرتون اخر من تحت، هو اللي ما غاديش يوصل، يعني غادي يجي بين دوك الخويات. وغلفتو بالبابي، هذا بابي عندي ديال التغليف، يعني البلاستيك ديال التغليف. كتلاحظوا هنايا راه صوبت الكرتونه طويله ودرت فيها التقابي، يعني هنايا هكا باش نلقى الخيوط فين يدوزو. وغادي نخشيها في بلاصه. هنايا درت هاد الودينات هادو باش حيت نبغي نجبد الخشبه، يعني هاد الكرتونه ما نوحلش معاها. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نصبغها. اللون البيج غادي نحتاج الابيض، غادي نحتاج شويه ديال الاحمر، يعني ندير غير الصباغه المائيه، يلا قطيره واحده ديال الاحمر. وغادي نبقى نزيد من بعد، غادي ندير الصفر. هادي صباغه كناخذها عند دروكري، اللي موجوده عند دروكري. هنايا درت خطا ما حركش الاحمر، الاحمر غادي نحركو لان خرج لي غير داك الماده الاولانيه اللي كتكون الفوق، خصني نحركو. عاد ندير قطيره، انا غادي كيقر بزاف الالوان مغلوقين طبعا كيقروا. وغادي ندير الاسود، هادي صباغة مائية كناخدها عند مكتبة فوالا. وغادي نحرك، شوف هدا هو اللون اللي بغيت، هو هذا. غادي ندوز دابا نصبغ، غادي نبدا نصبغ. طبعا هاد الخشب هذا راني حكيتو، كنفضل صباغه اكريليك، علاش؟ لانها ما كتعطيش ديك اللمعه، بما ان ما كاينش عندنا اختيارات كثيره في الصباغه هنايا، هذاك الشيء علاش كندير غير الاشياء اللي هي موجوده. الطبقه الاولانيه طبعا غادي تكون نخليوها حتى تنشف، وغادي نبداو نديرو الطبقه الثانيه. صافي غادي نصبغ هادي كامل. ما كتلاحظوا الفكره كتجي عندي بحال هكا، يعني الحمد لله تسترو هذوك دوك البريزات. وهنايا كما كتشوفوا الشارجورات، يعني التليفون كيكون مدفون الشارجور ديالو ما كيبقاش باين. المهم فكره كما قلت لكم جاتني على بالي، وبغيت شي حل اللي نلقاه باش نزين هاد البلاصه هادي، والحمد لله راه الفكره مزيانه. طبعا هاد اللون هذا حاليا انا محتفظه به، لان كما قلت لكم ان شاء الله مورا العطله غادي نصبغ الطبله.
عاد ديك الساعه غادي نفيني هذا بحال كيما غادي ندير الطبله ان شاء الله. نتمنى تكون وفدتكم هذه الفكره هذه، وما تنساوش دائما تضغطوا على زر لايك، هو راه ما تنتخلصوش عليه باش تعرفوها، هو فقط كيعطي القيمه الفيديو انه عجبكم، هذا في حاله ما الى عجبكم. وما تنساوش كذلك تنشروا الفيديوهات يعني كما كتنشروهم في فيديوهات اخرين في الواتساب وفي مواقع التواصل الاجتماعي. نتمنى الفيديوهات ديالي باش الناس يستافدوا منها لانهم فيهم افاده كبيره في المنزل. نخليكم دابا ونتلاقاو ان شاء الله في افكار جديده وفي اعمال يدويه اخرى. بسلام عليكم.